يا ابو احمد خلك بالكويت لا بروح الامارات. بالامارات في سياره خبز مخبز انقلبت. فنزلوا اخواننا بعض الاماراتيين الشباب عدلوا السياره ولقوا فيها الخبز الطيب وطاحوا لا اكل. شيء حلو نغير المود شوي. عطى التغريب. لا اله الا الله. نفس ما تشوفون تو انقلب الريال ثلاث قلبات. نفس ما تشوفون. استغفر الله. كيف هذه فرصة كل يوم سيارة خبز تنقلب بالجليب بالوفرة بالمنقى في المناطق العزابية يروحون يعدلون السيارة وعليهم بالعافية. إن شاء الله بسرعة السيارة مع المخبز ما في شيء بس.